السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا الطالب معاذ بن سعيد القحطاني من اداره تعليم الرياض مدارس منارات الرياض الاهليه في الصف الثالث المتوسط. انضميت الموهبه من خلال تسجيلي في مسابقه مقياس موهبه في الصف الثالث ابتدائي، حيث كنت في احدى المدارس الحكوميه، واحد المعلمين لاحظ موهبتي في المدرسه فكتب في ورقه موهبه وقال لي اعطها لابوك، وابوي قد سمع عن برنامج موهبه ومقياس وكذا فسجلني في مقياس موهبه وحصلت على درجه اهلتني للمشاركه في برنامج ستيم للعلوم والرياضيات، وسجلت في الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس. وفي الصف الخامس الابتدائي الحمد لله حصلت على المركز الثاني على مستوى المملكه في الاختبارات حقت ستيم نفسها. ففي الصف السادس الابتدائي التحقت ببرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية من خلال انضمامي في مسابقة موهوب في تخصص الرياضيات. بعد ما شاركت مسابقة موهوب حصلت على ميدالية برونزية الحمد لله، وتدربت بما يسمى الدورات الأساسية، وكانت في المدارس بإشراف موهبة. في المهم بعد الدورات الأساسية هذه يتم تأهيل الطلبة إلى ملتقيات تكون حضورية، وكل ملتقى يرشحون مجموعة من الطلبة للملتقى اللي بعده إلين ما تنتهي الملتقيات هذه، عددها 4 ملتقيات. بعدها يكون يعني إذا الطلاب المترشحين يكون عددهم حوالي 13 طالب إلى جامعة إلى التدريب المكثف بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. فبعد التدريب يكون في اختبارات في الملتقى. في الحفل الختامي الحمد لله أعلنت النتائج وحصلت على ميدالية ذهبية في الأربع ملتقيات، حصلت على 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية دولية. شاركت الحمد لله في الصف الثالث المتوسط في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات وحصلت على ميدالية برونزية ولله الحمد. وكان هذا في هذه السنة، بس كان قبل بداية السنة الدراسية، بس كان في 1 يوليو 2021. يعني كم حصلت على جائزة دولية الآن؟ دولية الحمد لله برونزية واحدة، وإن شاء الله العام الجاي بيكون عندي مشاركة ثانية في نفس الأولمبياد وإن شاء الله أحصل على ميدالية ذهبية. أثرت من نواحي كثيرة. أول ناحية الناحية الدراسية، فصار الحمد لله يعني تطور في مدى فهمي للدروس، مو بس في مادة الرياضيات، في جميع المواد. في طريقة التفكير في الرياضيات ساعدتك على الفهم، يعني الرياضيات مبنية على الفهم أكثر من الحفظ، فالفهم اللي نستخدمه في الرياضيات نقدر نطبقه تقريبا في جميع العلوم، أنواع العلوم. وعلى المستوى الشخصي ساعدتني موهبة خصوصا أثناء الملتقيات على كيف أعتمد على نفسي من خلال أني أكون لحالي، يعني أروح إلى مدن مختلفة وأعيش في سكن الجامعة. يعني كان مثلا ملتقى الشتاء أقرب مثال، كان في الهيئة الملكية بالجبيل، فكان السكن حقنا هو سكن الجامعة اللي فيها الهيئة الملكية بالجبيل. أنصح جميع الطلاب أنهم يسجلون بمبرمج إذا كان عندهم شغف بمادة معينة أو بتخصص معين، أنهم ينضمون لبرنامج موهبة، البرنامج اللي يناسبهم عشان يطورون مهاراتهم. في موهبة ما تقصر، تدعم الطلبة وتدربهم عشان يحصلون على إنجازات وميداليات على المستوى العالم، مو بس في يعني مو بس في الأولمبيادات، في برامج أخرى حتى في المدرسة نفسها. فهي تساعد الطالب على أنه يكون محب للمادة أكثر منه يحفظها عشان بس يحصل على معدلات عالية. وتساعد إن شاء الله يعني إذا اخترت تخصصك يكون هذا التخصص إن شاء الله وظيفتك المستقبلية.